السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من جديد مع قناة بيتك مع رنا. عملنا شوبينج يا جماعة، عملنا شوبينج. جبنا الطرد ده من موقع، هنشوف الموقع دلوقتي مع بعض. بس البريد المصري بقى لازم كده يثبت على الحاجة جامد، يحسسنا كده ان هو محافظ عليها قوي. يعني احنا جبنا السماعة ديت، سماعة بلوتوث من موقع بنجود. موقع بنجود من احلى المواقع اللي ممكن تشتري منها، من اكتر المواقع المضمونة ممكن تشتري منها، وكمان من المواقع اللي اسعارها كويسة جدا جدا جدا، بتوصل لك لاي دولة لاي بلد لاي عنوان. وقت طبعا التسليم بيكون على حسب البلد بتاعتك، بيكون على حسب انت فين. وكل الحاجات دي بيوفر لك ان الحاجة اكيد ان شاء الله توصل لك مضمونة سليمة، نفس الامكانيات اللي انت اخترتيها، نفس كل حاجة. اللي احنا اخدناها من موقع بنجود المرة دي سماعة بلوتوس بليتز وولف. السماعة دي بجد جامدة جدا، فيها كل المميزات اللي احنا هنشوفها مع بعض وهنشتغلها عملي، هنشوفها يعني تشتغل ازاي وهنشغل كل وظيفة فيها ازاي والكلام ده كله. بشكل عام كده ده الكتالوج بتاعها، بيقول لي الفانكشنز اللي فيها بشكل سريع. طبعا عندي هنشوف كل واحدة فيهم لوحدها يعني ايه، وبننفذها او بنستخدمها ازاي. طبعا هي قوية جدا، فيها الصوت بيكون بياخد 360 درجة، لان انا عندي السماعات في الناحيتين اللي هو الدبل باسيف، دي معناها ان السماعة في الناحيتين، وهنشوفها مع بعض لما نفتح الطرد مع بعض. الباورفول بيس ديت يعني العمق بتاع الصوت قوي، يعني الصوت قوي طبعا علشان موجود السماعتين من ناحيتين، فبيبقى الصوت منتشر في كل مكان عندك. ممكن ان انا كمان، ودي ميزة مهمة قوي وحلوة قوي، ان انا اربط سماعتين بنفس مصدر الصوت. يعني عندي موبايل ربطته بالسماعتين مع بعض، كل واحدة في مكان، تقدر ان السماعة تبعد عن البلوتوث او الجهاز اللي هي مرتبطة بيه حوالي 10 متر، يعني مش اكتر من 10 متر، المفروض تكون اقل من او تساوي 10 متر. ممكن اربط السماعتين مع نفس الجهاز واحط كل واحدة في مكان، وهيبقى الصوت واضح جدا وعالي جدا ومفهوش اي مشكلة. البطارية بتاعتي 1200 امبير، وديت يعني تعتبر حلوة قوي، وهيكتب لنا كمان بتقعد معانا كام ساعة، هتشغلها هتفضل معاك من 6 ل 10 ساعات، ولما هتتشحن هتقعد من 2 ل 3 ساعات. خاصية الهاندز فري كول ديت، لو انا موصلها بالموبايل بتاعي والموبايل بتاعي رن، حتى لو الموبايل بتاعي مش جنبي والسماعة هي اللي جنبي، فانا بضغط على الزر بتاع بلاي، برد على المكالمة وببقى سامع التليفون، يعني سامع اللي بيكلمني. وكمان هي فيها مايكروفون، يعني انا بقدر اتكلم منها، فيقدر هو يسمع الصوت طبعا بشكل واضح جدا، كمان احسن من الموبايل. هي ووتر بروف، يعني ضد المطر، يعني لو انا قاعد في مكان والدنيا مطرت هي مش هيحصل لها حاجة، لكن ده مش معناه يعني ان انا اوقعها في المية مش هيحصل لها حاجة، لا، هي ضد المطر، ضد لو جه عليها حاجة بسيطة او كده مش هيحصل لها حاجة. طبعا بيقولك التصميم بتاعها تصميم حلو قوي، الستايلش ديزاين، بورتابل سايز، الحجم بتاعها يعني حلو جدا، صغيرة تقدري تاخديها في اي حتة في اي مكان، حلوة قوي في السفر، جميلة في السفر، تاخديها معاكي في يعني ممكن تحطيها من صغر حجمها، انت تقدري ان انت تحطيها في شنطة ايدك بكل الامكانيات والصوت العالي ده، فهي حلوة قوي. طبعا ده الروب بتاعها اللي انا بمسكها منه، وانتي سكيد سيلكون باد ديت، بيكون فيها زي بادة كده من الناحيتين في السماعة دي، علشان تمنع الانزلاق، مش هتتحرك من المكان اللي انت حطيتيها فيه، مش هتوقع ولا اي حاجة. طبعا دي كل المميزات اللي فيها تقريبا، ده الاستخدامات بتاعه الباتنز اللي فيها، هنشوفها مع بعض دلوقتي هنشغلها ازاي، نستخدم كل الفانكشنز اللي فيها دي ازاي. دي الابعاد بتاعتها، يعني انا بقولك ان هي فعلا صغيره، وكمان الهانج جروب بتاعها بيسهل عليكي ان انت تمسكيها، زي ما قلت لكم بتكون حلوه قوي في السفر، حتى لو انت مثلا عندك اي تشغليها في العربيه عشان يبقى الصوت عالي، او لو انتوا بتقعدوا في اوبن اير كتير مثلا، فدي برضو هتبقى مناسبه جدا، حجمها حلو قوي. ده كده بنفتح العلبه بتاعتها، ادي السماعه يا جماعه، حجمها صغير زي ما قلنا، تصميمها حلو قوي، بليتز وولف ديت من السماعات اللي هي ماركة حلوة قوي قوي. الحاجات اللي بتبقى في مصر بصراحة بتبقى سيئة، بتبقى مش حلوة،
يعني جربنا اكتر من حاجة بلوتوث قبل كده، يعني حتى السماعات بتاعة الموبايلات والحاجات دي بصراحة لا ما عجبتنيش. ده اللي هو النظام بتاع الساوند اللي بيبقى فيه الناحيتين، عندي السماعة موجودة في الناحيتين، فبالتالي الصوت بياخد عندي 360 درجة، فبيبقى متوزع في كل مكان بشكل متساوي. دي البادة اللي هي بتقف عليها فما بتتحركش، هي كده ثابتة مش هتتحرك تاني. دي الملحقات اللي بتيجي معاها، هنشوف كل واحدة بتستخدم في ايه. هو بيكون معاها الروب اللي بتتمسك بيه، بيكون معاها السلك بتاع الشحن، وبيكون معاها الانتنة بتاعة الراديو. ده اليوزر مانيوال، لو انت عايزة تبصي عليه هيوريكي كل حاجة فيهم بتستخدميها ازاي وبتشغليها ازاي. دي الانتنة بتاعة الراديو، ده السلك بتاع الشحن، وده الروب اللي هي بتتربط منه وبتتمسك بيه. هنشوفه دخلها كده بسهولة، يعني هتدخل وهتشوفوها خلال الفيديو ان هو يعني ماسكين منها السماعة، عشان انت ما تضطريش انك تمسكيها بايدك. ده كده الاون اوف بوتون، ده اول واحد بوتون اون اوف. طب انا دوست عليه المفروض ان هي اشتغلت، هعرف ازاي ان هي اشتغلت؟ لو انا فتحت هنا هلاقي فيه لمبة اهي لونها ازرق نورت عندي، ده معناها ان هي على اون شغالة. طب عايزة اطفيها، خلاص هدوس على اوف هتطفي، ولو انا فتحت ورا هلاقي اللمبة انطفت. هي كده مش شغالة، هدوس عليها هتشتغل، بضغط على الزرار بتاع اون اوف لحد ما اللمبة تنور معايا. طيب هستخدمها بقى مع الموبايل، هشغل السماعة بتاعتي وبعد كده اشغل الموبايل، هشغل بلوتوث وهبدأ ادور على بلوتوث اسمه BWWA1 اللي ظاهر عندك ده. هي كده بيرد اتربطت بيه، مجرد ما اشغل اي صوت هيظهر عندي على السماعة على طول. اقدر اعلي الصوت واوطيه من الموبايل او من السماعة نفسها. انا كده بعلي واوطي من السماعه. طيب هعلي لما انا بدوس لونج بريس، يعني بضغط على زرار ان انا اعلي واوطي ضغطه طويله فيبدا يعلي ويبدا يوطي. طيب دي خاصيه الهاند فري، بشغل انا السماعه بتاعتي على المود بتاع الهاند فري وببدا ان انا اهو شغلت، اتصلنا بالفودافون ودينا سامعين الصوت من السماعه، وهينفع ان انا اتكلم لو بكلم اي حد وهيكون سامعني حتى لو الموبايل بعيد عني. في ايه كمان هنجربه في السماعه بتاعت النهارده؟ انا كده بغير المود بتاع السماعه، اما بخليها بلوتوث او بخليها على الراديو. هو كده عملها على الراديو بس علشان مش مركبين الانتنة فجاب الصوت بتاع التشويش ده. هي كده ايه طفت، هو بيوريك انا بغير المود، يا اما اون يا اما اوف، يا اما بغير المود ما بين البلوتوث وما بين الراديو. The Bluetooth device paired. هو كده بيقولك ان هو اتصل بالبلوتوث. كده انا عليتها، الصوت ده معناه ان انا وصلت لاعلى صوت في السماعة. لو انا ما فصلتش البلوتوث هتفضل هي متصلة بالبلوتوث ده على طول. انا بعلي الصوت وبوطي الصوت من السماعه زي ما انا عايزه. الصفاره دي معناها زي ما قلنا ان احنا وصلنا لاعلى درجه في الصوت عندي في السماعه. طيب لو انا دوست قلنا لونج بريست على بلس او ماينس كده انا بعلي او بوطي الصوت. طب لو ضغطت شورت بريس، يعني ضغطت ضغطه كده على طول، ده معناه ان هي بتجيب البريفيوس والنكست، الحاجه اللي قبلها والحاجه اللي بعدها. هو كده بيغير بشورت بريس، بغير ما بين الاوديو اللي عندي على الموبايل.
طب لو انا ضغطت على ده طبعا بلاي بوز، هشغل او هوقف التشغيل، او كمان لو انا ضغطت عليه لونج بريس ده معناه ان انا هعمل ديسكونكت من البلوتوث اللي انا متصلة بيه. دي الحاجات اللي انا ممكن استخدمها مع السماعة. عندي ده مكان اليو اس بي، ده مكان الانتنة بتاعت الراديو، ده مكان الشحن دي سي 5 فولت، وده مكان لو انا عندي كارت كمان بقدر ان انا استخدمها عشان اشغل الكارت بتاع الموبايل. طبعا ما نضغطش على الحاجات دي عشان دي السماعات بتاعتي، ما نلعبش فيها من الناحيتين عشان ما اثرش معايا في الصوت بعد كده. طيب هنجرب ايه بقى دلوقتي؟ الراديو، الانتنة بتاعت الراديو، انا مجرد ما بدخلها قال لي ايه؟ قال لي اوديو ان بوت. انا العزيز علي فرج، بمشيئة الله قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ، تلاوة لما تيسر من سورة الأحزاب. طيب كده انا ركبت الانتنة بتاعت الراديو، مجرد ما ركبتها قال لي اوديو انبوت. انا ما بوصلهاش بحاجة، هي بتشتغل كانتنة، يعني زي الانتنة بتاعت الراديو اللي هي بتبقى واقفة دي، هي بتشتغل مكانها. ومجرد ما انا بشغلها وبختار الراديو مود بيشتغل عندي الراديو عادي جدا. بفضل انا بضغط على الزرار بتاع التشغيل لحد ما اشتغل عند الراديو. طيب هنا هنشغل الفلاشة، بمجرد ما انا بحطها هو بيبدأ ان هو يشغل الاغاني اللي فيها على طول، ما بغيرش مود ولا اي حاجة. صوتها حلو، الباس باورفول دي برضو، الباس باورفول دي حلوة قوي، بتخلي فيه صوت زي الدي جي كده لما تعليها على الاخر بتبقى حلوة قوي. 10 متر بالنسبة لسماعة بلوتوث ده يعني حلو جدا برضو. تصميمها حلو قوي، اهو الهانجنج روب اللي انا قلت لكم عليه ان انا بمسكها منه. طيب كده الحلقه يعني خلصت، انا لو معايا ازازه ميه يا رب اكون افدتكم ومش طولت عليكم. فيا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. وكانت معاكم رنا وقناه بيتك مع رنا، ومع رنا حياتك ان شاء الله احلى.